مرحبا، عطول بيسألوني أي ألكول بينصح أكثر، المبيد أو الويسكي أو البيرة إلى آخره. لحقلكم أنه تقريبا الكاس هو ذاته بالوحدات الحرارية. ليش؟ لأنه نحن اللي بيهمنا هو قديه عم تاخده، كم جرام ألكول بالكاس. فوقتها بتاخده مثلا 250 سي سي بيرة يلي فيها 5%، بتكونوا عم تاخده تقريبا شي 12 جرام ونص ألكول بهالكباية البيرة. وبما أنه كل جرام بيعطينا 7 وحدات حرارية، يعني تقريبا شي 100 كالوري. كذلك الأمر على المبيد، يعني المبيد فيه 12%، فالكمية اللي بناخدها هي 100 سي سي. إذا بضلكم تفكروا بهالطريقة هاي، بتشوفوا أنه كل ما يزيد نسبة الألكول بالدرينك، كل ما حجمه بيصغر، وتقريبا بيعطونا زيت الوحدات الحرارية. أهم شيء ما تزيدوا إشياء زيادة أنتوا عليها. مثلا إذا عم تاخدوا فودكا، ما تزيدوا جيدورانج، لأنه ساعتها بتكونوا عم تاخدوا الوحدات الحرارية من الألكول ومن الجيو.